السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سليمان شحادة بفيديو جديد، تابعونا بعد الفاصل. يا جميع اليوم حلقتنا لنا رياكشن ولا تحدي، اليوم حلقتنا عن الفنان العظيم جورج وسوف. جورج وسوف ولد في 23 كانون 1961، مكون عائلته من 5 أشخاص، أمه فرحة صدي وأبوه بديع وسوف. جورج وسوف كان عمره 14 من العمر وغادر إلى لبنان ليبني مستقبله. هون شافوا العملاق الله يرحمه وديع الصافي، وهو تبنى الموضوع إنه يدخلوا بنقابة الفنانين ويصير يشتغل. جورج وسوف مزوج من مرأة اسمها شاليمار، له 3 أولاد، جورج جونيور وديع وحاتم. اليوم لنحكي عن جورج وسوف. جورج وسوف عمل بصمة بالوطن العربي، عمل بصمة عند الكل. اليوم كل مين ما بحب جورج وسوف. اليوم أنا طلعت لأحكي هذا الفيديو عن سلطان الطرب جورج وسوف، اللي بحسه انه مرح جدا وروح الدعابة عنده قوية وبحب كل الناس. مثل ما بتعرفوا سلطان طرب جورج وسوف من سوريا، من منطقة الكفرون، حاليا عايش بلبنان. اذا بتحبوا مثلا انتو لكم مثلا احكيكم السيرة الذاتية عن جورج وسوف عن غيره، انتو اذا بتحبوا مثلا احكي بالسيرة الذاتية، نزل روبرتاجيت، اكتبوا لي بالتعليقات مثلا انتو لمين بتحبوا. نحنا مناش بس نعمل رياكشن، نحنا منا نعمل سيرة ذاتية لكل فنان، منا نعمل رياكشن، منا نعمل تحديات، كل شيء. هلا اليوم انا احكي كيف ابتدى سلطان الطرب، نبدأ من سيرة الفنان سلطان الطرب جورج وسوف. إذا بتحبوا وحبيتوا هالشي اكتبوا لي بالتعليقات وأنا بعمل سلسلة عن هالموضوع. بحبكم، إلى اللقاء، باي باي.